راديو نيل. طيب واللي بيتابع حال السوق اكيد يعني حاسس بزيادات الاسعار في كل شيء، مش بس يعني مش بس الاكل والشرب كمان العربيات، شوف اسعارها عامله ازاي، المنتجات الصناعيه، السلع، وبالتاكيد برضو مواد البناء وصناعه العقار هي كمان اتاثرت بزيادات الاسعار دي. حتى لما نبص لأهم وأكبر مشروع بتقوم بيه الدولة المصرية حاليا للارتقاء بحال الريف المصري اللي هو مشروع حياة كريمة، هتلاقي المشروع ده اترصد له في الأول حوالي 500 مليار جنيه للمراحل الثلاثة بتوع المشروع، زادت بعد كده مع زيادات الأسعار، وكمان بقى لما دخلنا أكتر وأكتر إلى داخل المشروع شفنا المطالب على أرض الواقع عاملة إزاي، وصل المبلغ ل 700 مليار جنيه. من يومين اتنين الرئيس قال برضو ان المرحلة الاولى لوحدها في المشروع ده وصلت ل 350 مليار جنيه، يعني بالشكل ده لو التانية والتالتة مشي بنفس المقياس كده هنعدي التريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه. خلونا نتقرب اكتر واكتر من حجم وحالة سوق العقار في مصر، بالاخص ان بكرة الثلاث بمشيئة الله هيبدأ مؤتمر اخبار اليوم العقاري الثالث في فندق نايل ريتز كارلتون في القاهرة، واللي هيكون طبعا تحت رعاية رئيس وزرائنا. شعار المؤتمر السنة دي هيكون صناعة العقار، نجاحات وتحديات. اسمحوا لي لقراءة أكتر في الموضوع ده، بيقال دايما أهل مكة أدرى بشعابها، نقرب أكتر من أهل المهنة نفسهم اللي عايشين ومتعايشين معاها. وضيف كريم بيشرفني عبر الهاتف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج. يا أهلا وسهلا بيك يا باش مهندس، بيشرفني بالتأكيد. مساء الخير عليك يا فندم، مساء الخير يا أستاذ كمال، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. يا أهلا وسهلا بيك. في البداية في وسط بقى يعني غلاء المعيشة وغلاء الأسعار اللي كلنا بالتأكيد أمر واقع احنا عايشينه ومتعايشينه حاليا، مش في بلدنا بس لكن كمان على مستوى العالم، إزاي أسعار مواد البناء يعني أثرت على سوق العقار في مصر؟ لأن بكل تأكيد التكاليف نفسها بتتغير، فإزاي أنتم كشركات عقار بتواجهوا المشكلة دي؟ الحقيقة خليني أقول الأول إن أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة حضرتك طيب، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. الله أكرم. خليني أقولك إن الغلاء مش بس بيحصل في مصر، وخلينا نبقى متفاهمين إن القصة دي قصة عالمية، وإن قصة الغلاء في الأسعار عموما هو مش موجود عندنا بس في مصر، لأن الناس للأسف بتشير إن إحنا بس اللي عندنا غلاء، لا، العالم كله في حالة غلاء. إحنا طالعين من أزمة كبيرة اسمها أزمة كورونا. أزمة كورونا أثرت على الإنتاج عالميا، فبالتالي كل إنتاج السنة اللي العالم وقف فيها اترحل، فبالتالي بقى أصبح الطلب أكتر على الإنتاج، وأصبح إن العالم مش جاهز بالشكل المناسب لتلبية الطلبات، فكله تأثر، كله تأثر بالغلاء. طبيعي إن لما يحصل عندك ديماند عالي يحصل، وإن الإنتاج قليل يحصل غلاء في الأسعار، فالعالم كله متأثر بحالة الغلاء، ومنها القطاع العقاري اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة. إحنا القطاع العقاري في مصر الحقيقة زاد تكلفته من 2019 لغاية النهاردة، بنتكلم في تقريبا في 300%. وأبسط مثال على ذلك هو حديد التسليح، اللي هو الكومبوننت أو المؤثر الرئيسي في قطاع العقاري. انت بتتكلم سنة 2019 كنت بتشتري طن الحديد ب 9000 و 10000 جنيه، النهاردة طن الحديد ب 38000 جنيه. Yeah. معنى ذلك ان حالة الغلاء اللي حصل اليوم في مصر مش بس بسبب ان احنا بس عندنا هنا في مصر، ان بعض الناس بيقولك لا ده التجار، ولا لا، الحقيقة ان دي ازمة عالمية، وازمة عالمية العالم بيمر بيها، اكبر دول العالم بتمر بنفس الازمة. طيب القطاع العقاري قطاع كبير، قطاع يتجاوز التريليونات زي ما حضرتك لسه ذاكر. السنه اللي فاتت اعلنت بعض الشركات عن مبيعات بس 380 مليار، واعتقد ان هم كانوا 20 شركه. حضرتك متخيل جميع القطاعات وجميع الشركات اللي اعلنت عن مبيعاتها وصلت مبيعاتها لقد ايه؟ فهو بيتكلم في تريليونات. التريليونات ده قطاع كبير بيشتغل فيه ملايين المصريين، بيهدموا فيه في كافة القطاعات من أول الإنشاءات للمبيعات للتسويق، لا قطاع ضخم تقريبا بنتكلم على مستفيدين بالملايين من وراء هذا القطاع. فمن المهم ومن المرجو إن احنا نحط في حساباتنا، أو الدولة حاطة في حساباتها، يعني إيه غلاء على قطاع كبير زي كده. وإحنا مش بس بنتكلم عن القطاع الخاص،
لا عن القطاع الخاص والقطاع العام، وده شيء من أو أمر مهم من الأمور اللي هنتكلم فيها في المؤتمر غدا إن شاء طيب الله. بخصوص المؤتمر وحضرتك ذكرته يعني ولخصت عليا القصه دي بالشكل ده، واحنا بنتكلم عن مؤتمرات عقاريه ومنها مؤتمر اخبار اليوم العقاري غدا بمشيئه الله، المؤتمرات دي تقدر تقدم ايه؟ او هل ممكن تتبنى او تطرح افكار ممكن تخفف بيها العبء اللي موجود على صناعه العقار في مصر ولا لا؟ استاذ كمال، المؤتمر بيقام في دورته الثالثه، والحقيقه امور كثيره احنا ناقشناها في الدورتين الاولانيين بوجود ممثلين عن الحكومه وممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص، وابتدى بالفعل يطلع روشته لعلاج بعض المشكلات في القطاع العقاري. مشكلات القطاع العقاري مش بس تكمن في غلاء الاسعار، خلي بالك، لا احنا بنتكلم في مشكلات عديده ومشكلات متعدده ومتداخله. فوجود مؤتمر زي كده بيقرب وجهات النظر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والحكومه بشكل او باخر، ده شيء مهم وشيء لابد من وجوده، لان في بعض الامور او في بعض الاوقات يعني القطاع العام او الحكومه بتبعد عن القطاع الخاص، وبتحتاج مؤتمر بهذا الشكل عشان يقولوا لهم مشاكلهم، يقولوا لهم هم بيواجهوا ايه، يقولوا لهم ايه المشاكل المتواجده. احنا النهارده عندنا مؤتمر هيتواجد فيه ممثلين عن الحكومه، ممثلين عن وزاره الاسكان، ممثلين عن هيئه المجتمعات العمرانيه، هيحصل حديث وبانلز ما بين الجميع عشان يتطرقوا لحل بعض المشكلات. طب حضراتكم ممكن يعني تسالوهم في ايه، او ممكن تطرحوا لهم المشاكل اللي بتواجهكم ازاي؟ يعني انتم كمطورين عقاريين محتاجين تدخل الدوله باي شكل في سوق مواد البناء. حضرتك لسه ذاكر لي ان طن الحديد كان في 2019 ب 9000 جنيه، دلوقتي ب 38000 جنيه، رقم ضخم جدا يعني. والله الحقيقه المفروض ان الدوله تبتدي تدور على حلول حقيقيه لتوفير السلع على الاقل الاستراتيجيه الخاصه بالقطاع، زي الحديد وزي الاسمنت وغيره، في هيئه بقى تسهيلات، في هيئه استيراد، في هيئات كتيره. خلي بالك برضو المشكله ما زالت تكمن ان الانتاج اقل من المطلوب، طبعا التعريب يعلى، ما هي ومع يعني تعارض برضو سلاسل التوريد لازمات الفتره اللي فاتت زود برضو القصه. طبعا طبعا طبعا. فخليني اقول لك ان ده جزء من اللي هنتكلم فيه غدا، خاصة بالنسبة لغلاء الأسعار في الوقت الحالي، وإزاي المطورين وسبيشال المطورين اللي لسه جدد في السوق المصري يقدروا يحلوا أو يقدروا يوجدوا طريق لحل مشاكلهم، خاصة بالنسبة للتسعير اللي زاد الفترة اللي فاتت. الحقيقة ظهر طبقة كبيرة من المطورين الجدد، المطورين دول ما عندهمش الإمرجنسي بلان أو خطة طوارئ للي بيحصل في السوق، وغير مستعدين. طب احنا النهارده كمطورين، خلي بالك المطورين مترابطين جدا جدا جدا، عندنا أكتر من مجلس بيجمعنا، مجلس العقار المصري، غرفة صناعة العقار وغيرها من الغرف، عشان بنوجد حلول دايما، تنظم النشاط وتوجدوا حلول. طب يعني استغل برضو وجودك معايا وسريعا يا باشمهندس، مش كل الناس تعرف يعني ايه الابنيه الخضراء، ايه قصه الابنيه الخضراء اللي يعني بدا اسمها يتردد كثيرا الفتره الاخيره، وهل في مشاكل او تحديات او عوائق ممكن تقابلها هنا في مصر ولا لا؟ الحقيقه يعني استكمالا لكلامك، كان في حد بيفتكر ان الابنيه الخضراء هي بنايه لونها اخضر، لا الحقيقه الموضوع مش كده. هو الموضوع ببساطه ازمه الطاقه العالميه، دي أزمة مش بس في مصر، أزمة في كل العالم. عندنا أزمة طاقة، عندنا أزمة فمباني خضراء أو السستينابل جرين بيلدينجز، هو مفهوم طلع فيه 21 بند للحفاظ على الطاقة وعدم إهدار الطاقة في داخل المباني، منها استخدام الطاقة الشمسية، منها استخدام مياه الصرف، من يعني ببساطة بدون دخول التفاصيل الهندسيه، هو جعل المبنى متجدد الطاقه ومحافظ على طاقته، فبالتالي بيقلل استخدامه للطاقه، فبالتالي بيقلل كوست التشغيل او تكلفه التشغيل للمبنى. المباني الخضراء في مصر لسه ما خدتش حيز كبير. احنا كنت لسه هسال حضرتك يعني حجمها بالنسبه لسوق العقار في مصر قد ايه؟ لا لا ولا حاجه، يعني لسه حتى ما يعني احنا بنتكلم في سوق ضخم، خلي بالك احنا بنتكلم ولا تكمل حتى 1%، بس في اتجاه واضح
من الدولة واتجاه واضح من المطورين ان لا ليه ما نعملش مباني خضراء، ليه ما نحافظش على الطاقة، هي تكلفتها للأسف اعلى من 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 في التنفيذ من المباني العادية، بس على اللونج ران وعلى المدى الطويل هو استثمار طويل بيحافظ على الطاقة، فبالتالي لما بتحافظ على الطاقة بتحافظ على تكلفة تشغيل المبنى. فزي ما بقول لحضرتك كده دايما بيقول لك الصيانة مثلا بعد ما بس كون الصيانة بتاعتي بياخدوا فروقات صيانة، ما هو فروقات الصيانة نتيجة واحدة من النتائج نتيجة إهدار الطاقة، أن الطاقة عندنا هنا في مصر مهدرة أو الطاقة في المبنى مهدرة، دي نقطة. النقطة الثانية هو مش بس هنحافظ على فلوسنا، لا كمان هنحافظ على الطاقة في ظل أزمة كلنا عارفينها وشايفينها بتضرب العالم كله بالتأكيد. أتمنى لكم بمشيئة الله التوفيق في مؤتمر أخبار اليوم بكرة، المؤتمر أخبار اليوم العقاري بكرة بمشيئة الله يا باشمهندس، وأشكرك شكرا جزيلا المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، شكرا جزيلا.